يا رب قسامة واعر، قلنا لكم قسامة فيلسوف، قسامة المغاربة يقيدوه، قلنا بني المغاربة يقيدوا قسامة، روحوا والله يا مغاربة ما نطاقيكم. بديت بيها ونكمل بيها، مانيش متحمس يا أيها المشاهد الجزائري، أنا مانيش متحمس. كأس إفريقيا في الجيب وكأس العالم في الجيب بالرغم من الصعوبة، حنا ندو كأس العالم مش فاو عليه. خدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد الزبعي. الحلقة ديال كل السبت كما عودناكم، فغادي نبقاو نسميوها هي أصلا حلقة كنطلعوا فيها على الكراغلة، غادي نسميوها رسميا تطليعة السبت. غتبقى يعني كل سبت غتجيكم حلقة مشابهة فيها واحد شوية ديال الضحك وشوية ديال التقشاب، تقشاب على الجارة الهبيلة اللي منهوك في اي بلاد. اي بلاد كتنقسم لجوج ديال المؤسسات الكبرى، مؤسسة الشعب ومؤسسة الإدارة او الدولة. يعني مؤسسة الإدارة فيها الحكومة، فيها الرئاسة او الحكومة يعني البرلمان، فيها الشرطة يعني الأجهزة الرسمية، وكذلك مؤسسة الشعب. في الجارة الهبيلة الحمقى اللي منهوك الشعب في واد، ومؤسسة الإدارة أو مؤسسة الدولة في واد آخر. الدولة ما على بالها غير المروك والمغرب والصهراء والصهاينة والمؤامرة، والشعب اليوم داروا ليه نهاية تلاقيه هو نورمال مخصو يكون قريب من القضايا ديالو من المشاكل ديالو، ولكن هادوك اللي منهوك اللي ملاهين بينا حنايا لهو الشعب بفقاعات من هواء. الفقاعة من الهواء اللي منتشرة هاد الأيام في الجزائر، وهي فقاعة إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. حلقة زوينة بزاف، ما تنساوش ابوني اشتراك تفعيل الجرس، وراه كاينة القناة الاحتياطية ديالنا لتحت، دخلوا ديروا ابوني وتفرجوا في بعض الفيديوهات فيها. نمشيو مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة. الحلقة ديال اليوم غادي نطلعوا على واحد الكورغولي اللي خرج في واحد صريح مزيان، احنا غير المرة الجاية اللي جبدناه غادي نطلعوا المقلة يتقلا ونهبطوه للشواية يتشوى. هاد الكورغولي جبدنا كيهضر على إعادة المباراة ما بين الكاميرون والجزائر، يقول عن نفسه صحفي في مضمن كلامه جبد المغرب والكيان الصهيوني وربطنا بشي تخربيق وخزعبلات، راكم عارفين الرواية كاملة، ولكن غير بلاتي غادي نطلعوا باباه مزيان اليوم فين يتربى. واخا مزيان تعرفوا عليه بعدا، شكون انت؟ انا كصحفي استقصائي وتاع تحقيقات كشفت الفضيحة وشعلتها اعلاميا، لاني عندي يد اعلامية في العالم وانا ولد اللوبيات العالمية، ما عارف كيف نشعل النار عالمية. اختصاصي هذا العادس الرعد. صحفي معروف، صحفي عنده المصادر ديالو ممكن يشعلها في العالم كامل. برافو، يعني انت شي شخصية كبيرة مهمة جدا. قل لنا انك اليوم جايب لنا شي ملف جديد، وهذا الملف يعني دخلت فيه قوى عالمية مؤامرة على الجزائرية. يلا تكلمنا نشوفوا. ناس العملاء تاع الامارات وتاع المخزن وتاع الكيان وتاع منطع الصح، تاع الامارات وتاع المخزن وتاع الكيان وتاع منطع الصح. ما شاء الله، مزيان سيدي مزيان. دابا انت بغيتي تقول لنا بان راه كاين واحد الملف ديال الجزائر، يعني واحد الملف ديال الجزائر حطته الفيدراليه ديال كره القدم ديال الجزائر في الفيلا في الفيفا. بينا نعرفوا هاد القضيه شنو هي، شنو التهمه بالضبط وشنو داروا لكم بالضبط. بين اي واحد تفرج الماتش تاع الجيري شاف بلي راهم حقرونا اغتصبونا في دارنا، العالم كامل قالها يا صحابي. بين اي واحد فرج الماتش تاع الجيري شاف بلي راهم حقرونا اغتصبونا في دارنا، اغتصبونا في دارنا، اغتصبونا في دارنا. بلاتي راني ما سمعتش مزيان، عاود 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 عاود. بين اي واحد فرج الماتش تاع الجيري شاف بلي راهم حقرونا اغتصبونا في دارنا،
العالم كامل قالها يا صحابي. كيما نفسهم خليوا حقنا ما نضربوش بين اي واحد فرج الماتش تاع الجيري شاف بلي راهم حقرونا اختصمونا في دارنا. العالم كامل قالها يا صحابي. كيما نفسهم خليوا حقنا ما نضربوش ويلي 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 كيما قال محمد الجم ويلي 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 مصيبه. راه هاد القضيه الدوسي راه ما خصكمش تدوه للفيفا، خصكم تدوه للبوليس ماشيش للفيفا. مادام القضيه فيها الاغتصاب والحقره راه الملف راه ما خصوش يمشي للفيفا، غادي تدوه للبوليس باش يفتحوا محضر بتهمه التحرش او هتك عرض قاصر، لانكم قاصرين ما عندكمش العقل، لان باقي الاستيعاب ديالكم ما عندكمش العقل. هاد الكورغولي اللي شفتو معنا بدا كيدير الاوام، كما كانت علت الفيدراليه ديال الجزائر واحد المده هذه باش تسكت الشعب، تسكت بنادم لانها كانت يعني دايره لهم كره القدم كواحد المخدر باش يعني يلهيهم على المشاكل الداخليه ديالهم، مشاكل الطوابير والمشاكل الاخرى اللي ولا اليوم العالم كله كيعرفها. الور ملي ما انتصروش او ما تاهلوش، نطلب الفيدراليه ديال الجزائر دارت واحد المراسله للفيفا كطالب اعاده المباراه. هذا الكرغولي الضيف ديال الحلقه ديال اليوم امشى ابعد من ذلك، يعني قال لهم راه جمعت سيدي الفيفا وداروا اللقاء ديالهم نهار 21 كما شفتم معنا في البلاغ اللي دارت الفيدراليه، كتقول لهم بانه سيتقرر يعني النظر في هذا الملف نهار 21 راه دازت دابا واحد يومين، وكنا كنتسناو 48 ساعه كنتسناو اللي يكون شي جديد، وكاين الجديد وغادي نقول لكم شنو هو. الور هذا الكورغولي الضيف ديال الحلقه ديالنا اللي كيقول على راسه صحفي وعنده مصادر وعنده راه مشى ابعد من اعاده المباراه لدرجه انه قال لهم سير نسمعوك انه الخبر المفرح هو الان راهم بداو يعني ولات الان مش تاع من لما نتأهلوش ولا نتأهلوا، ولات تاع يا نلعبوا يا يقصيو، ندخلوها في راسهم الكاميرونيين ولاو الان يجروا باش تعاود المباراه في تيران حيادي. راهم يجروا راهي الناس كامل تجري. مشى بعيد مسكين، مشى بعيد مسكين لدرجه انه بلاتي شوف الكاميرونيين ملي سمعوا بعد هذا الخبر غنشوفوا رده الفعل ديال الكاميرونيين. لا اله الا الله محمد رسول الله، ملي كنقول لكم اشرف العقل. الور هذا الصحفي هذا الكورغولي كان كيقول هذا الكلام، ولكن مع توالي الايام والساعات تبين انه ما كاين والو، لم تتم مناقشه شيء، ما تكلموا على والو، والفيفا خرجت بقرار واحد القرار ديال اعاده مباراه البرازيل والارجنتين، لانهم لعبوا غير 7 دقائق بعد ما دخلت السلطات البرازيليه وحبست الماتش اللي هي السلطات الصحيه ببعض اجراءات ديال كورونا وكذا وكذا وكذا، والمباراه هي تحصيل وحاصل لان لا البرازيل لا الارجنتين بجوج طلعوا، وحتى اعاده المباراه عندها مصلحه للفيفا وكذلك للاتحاد البرازيلي لان غتكون حقوق بث اخرى، غادي يكونوا مستشارين اخرين، يعني شويه ديال الفلوس غتزاد لان كنعرفوا النجوم اللي في البرازيل وكذلك في الجزائر اللي في الارجنتين والبرازيل. الور شنو عندك باش غادي دار هذا الماتش؟ الماتش كنشوفوا مصر ربما كانت اكثر تعرضت لظلم اكثر من الجزائر، او انا لا اعتبر بان الجزائر تعرضت لشي ظلم والله اعلم، ما عرفتش بقات 2 دقائق وانتهى الماتش، ماركت الجزائر وحسب لها الحكم هدف، يعني الهدف يعني الحكم كون غرض ويتاهل الكاميرون ما غاديش يحس غادي يدير 60000 حجه تبقى 2 دقائق الماتش وما غاديش يعطيهم البيت. وما نتكلموش حنا كالرجاء البيضاوي اللي يعني تقصات البارح، ما نقولوش انهزمت ولكن تقصات البارح، مع ان الهدف الذي اهلي هو الهدف الفضيحه ديال البيلانتي اللي شنف في مصر. علاش الرجاء هي اليوم ما طالب باعاده المباراه وكذا وكذا؟ البرتغال كريستيانو رونالدو ماركا البيت وما حسبوش ليه، وكان قاب قوسين ان يقصى من المونديال، وعلاش ما طلبتش البرتغال حتى هي بهذاك الماتش؟ حنا الذين تعرضنا ل يعني مجزره تحكيميه كبيره امام منتخب اسبانيا في كاس العالم 2018، علاش ما نطلبوا حتى حنا باعاده المباراه؟
العالم كل الدول كلها والمنتخبات المظلومة كلها في العالم يعني كيقولوا ان شاء الله وما قدر فعل وصافي معمرنا باش هاد الحيحة وهاد الهالة الإعلامية والشعب وكل شيء نايض إعادة المباراة لدرجة أنكم وليتوا شي وحدين من الشعب مساكن مشاو القطر وكيتسناو العالم ديال الكاميرون يهبط ويطلع العالم ديال الجزائر. قال لك حنا هما كما كتشوفوهم في الصور قال لك حنا ما غاديش نخرجوا من هنا حيدو من هنا يهبط تاع الكاميرون ويطلع تاع الجزائر. واش هاد لي الدرجة يعني واش العقل الجزائري وصل وصلتوا لهاد الدرجة؟ واش لهاد الدرجة وليتوا كتكلموا مع الجزائريين وليتوا كتوهموا الجزائريين بالوهم لهاته الدرجة؟ نشوفوا كذلك وحده مشات لسويسرا سيدي قالت لك بطلقة الرئيس ديال الاتحاد الدولي ديال يعني ديال الرئيس ديال الفيفا كتسناه باش تكلم معاه احتجاجات نايضه. شوف شوف الفيديو ديال مجموعه من الجزائريين والجزائريات مشاو قدام الفيفا يعني فعوض ما تكلم على الطوابير اللي عندك وعلى الازمه الاجتماعيه عندك وعلى المليارات ديال الدولارات لعوض ما يعني الدوله تصرفها عليك قالت تصرفها على تقسيم وتقزيم المغرب. والحمد لله المغرب بارك على الانتصارات. راه الشيء اللي خصكم تعيقوا الانتصار الحقيقي هو انه ما ديرش الطابور. هذا هو الانتصار الحقيقي للجزائر. الانتصار الحقيقي للجزائر هو انك تخلص من ديك العصابه ديال البوليساريو. هذا هو الانتصار الحقيقي ليك. ماشي تمشي توقف على الوام على واحد الكره من يعني من من, من الهواء عامره بالفراغ بالهواء. للاسف الشديد ما تقولوش علينا حاقدينكم ولا دابا هي فعلا والله ما حاملكم تنتصروا بالله ما حاملينكمش تنتصروا. 95 ولا 96 ديال في المية ديال المغاربه ما كيحملوش المنتخب الجزائري. علاش؟ ماشي حقدا لانكم كنا حاقدين عليكم لانه 96 كانت البارح في 2019 كلها خرجت كتدعم المنتخب الجزائري ورفع الاعلام ديال الجزائر. ولكن لاننا ما كنخلطوش السياسه بالكره لاننا كنفرقوا ما بين هذه وهذه. ولكن نتوما اللي دخلتوا السياسه الكره الشعب انت الكرهولي ملي وليتي كتامر تقول المغاربه الصهاينه وانتصرنا على الصهاينه حررنا فلسطين كذا كذا في كاس العرب. من تما فين تحولت الامور كلها 180 درجه. من تما ولاو المغاربه صافي تقلبوا على الجزائر. انا عندي تونيك الجزائر في الدار وعندي الراية العالم ديال الجزائر في الدار وهزيتهم ولبستهم نهار اللي ربحتو في 2019. ولكن اليوم لا اخي تلعبوا مع اسرائيل غادي ندعم اسرائيل. الجزائر تلعب مع اسرائيل اقولها ما عرفش انا كاين شحال واحد ما غاديش يعجبو هذا الكلام في القناه ولكن اقولها تلعبوا مع اسرائيل انا ساشجع اسرائيل لانني بالامس دعمتكم وشجعناكم ولكن انتم شبهتونا باسرائيل. ماذا من على شبهتونا باسرائيل اذا ندعموا داك اللي كنشبهوا عليه حنا ولا حرج علينا وما عندكش الحق تجي تتكلم لانك انت شبهتيني به. وانت ولم يثبت يوما واحدا ان الجزائر دعمت المغرب. فخسرنا لكم الملاعب حرقنا لكم الغابات فجرنا لكم الشاحنات الجراد ديالنا كان لكم المحاصيل مزيان. هذا الجزائري بعد ما يائس اللي هو الضيف ديال الحلقه ديالنا اللي هو الصحفي اللي كيشعلها في العالم كامل وكذا 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 بعد ما يائس وعرف بانه ما كاين شاي ما كاين شاي ما كاين شاي خرج يبكي ويتباكى والمغاربه حقرونا. اسمع خلاص اخوكم عارف مشاكل دائما موقع هدف لكل الصفحات الحاقده لكل الحاقدين عن الجزائريين من هنا اللي تحصل وان شاء الله يعني تكون هذا درس الشعب الجزائري يا ولاد الحرام يا من تريدون ان يا من حق حتى من الجزائر اقسم لكم بالله يا طبق الجزائر واقفه يا ولاد الحرام يا وليت 60 ناهره درسناك ما هو الا درس ما هو الا درس لا لا لقد عرفنا حقدكم دائما وما زلتم كلكم كل الان يتربص بنا بنا كلهم بالجزائريين ونحن دائما لا نضر احد لكنكم انتم كلكم يا ولاد الحرام تتربصون بالجزائريين. الشعب الجزائري سياخذ هذا الدرس بعين الاعتبار ويعرف انكم كلكم حاقدون علينا. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك حاقدين راني جاوبته قبل ما تشوفوا الفيديو. اسيدي رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اللي شاف هاد التصريح وشاف هاد الهلومه وشاف هاد الحيحه كلها قرر
قرر واحد الحاجة مهمة تتجاوز إعادة المباراة أو تأهيل المنتخب الجزائري. نشوفوا شنو القرار اللي دار رئيس الفيفا اللي خرج في مؤتمر صحفي وأعلن عنه. الجزائر ما هي حابة تعاود الماتش واليوم صدموا لسويسرا عندي في مقر الفيفا عندي في الدار، وعلى هذا الشيء الفيفا أخذت قرار وهذا حيكون القرار النهائي، وهذا القرار ما شاح يعجب بزاف الناس، ما شاح يعجب العالم بعد الضغوطات اللي صارت على الفيفا وقسم الله اللي تربحوا. قررت الفيفا تمد الكأس العالم ديريكت للجزائر. أخطونا برك رأي ليكم كأس العالم ادوها، أخطوني برك حبوا نعطيكم تشامبيونز ليغ. رئيس الفيفا وقال لكم راه غادي يعطيكم كاس العالم وغادي يزيد لكم حتى تشامبيونز ليغ كادو ديال يعني عصبه الابطال الاوروبيه، غادي يزيد لكم كادو هنيئا للجزائر بكاس العالم فزتوا بها مباشره بلا ما يعني خطينا كاس العالم كامل، راه عطاوها لكم الف مبروك. خدنا رجاء لعجبتك هذه الحلقه بغينا البارطاج على اكثر نطاق، وكنتمنى انه وكنظن بان الحلقه كتستاهل واحد 30000 ولا 40000 ديال لي جيم ديالكم، ما تبخلوش علينا بها. الى ان القاكم في تطليعه جديده السبت المقبل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.